بص، هو انا ليا قصه مختلفه شويه، لان انا كنت بلعب مصارعه الماني وحولت مصارعه حره. هي يعني ظروف حصلت وحولت مصارعه حره. طبعا المصارعه الحره معروفه عنها انها صعبه جدا، فهو تحول يعني تحول المصارعه الحره كان معظم الناس يقول صعبه، مفيش حد بيحقق فيها. بس الحمد لله من ساعه ما حولت، يعني 21 سنة 22 عملنا إنجاز كويس. أول مرة المصارعة الحرة تحصل على أول أفريقيا فرقة كاملة تتويج، فرفعنا من المصارعة الحرة كويس أوي. 23 عملنا نفس الإنجاز، يعني إحنا 23 خدنا و24 خدنا 6 ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية. بقينا نروح أي بطولة خارجية نحقق فيها. يعني في طفرة حصلت كتير بسبب المعسكرات والدعم اللي بقى يجيلنا، المعسكرات الخارجية بقت تفرق معانا كتير أوي. تأهلت ازاي لأولمبياد باريس؟ طبعا احنا عندنا تأهيل من القارة الأفريقية، بس بيجي معانا قارة استراليا في التأهيل عشان يتأهل أول وتاني. فجهزنا طبعا، كنا رحنا الصين معسكر، قعدنا شهر في الصين فرق معانا كتير. وجينا على غانا دورة الألعاب الأفريقية لعبنا، وجينا على التأهيل كان هنا في اسكندرية. طبعا كانت روح كويسة وكان دعم لينا كويس قوي، فربنا كرمنا بقى. احنا طبعا كنا دارسين الناس اللي هنلعبها كويس قوي، المدربين كانوا واقفين معانا في الحتة دي كويس قوي. يعني معظم اللعيبة كنت بتاعت افريقيا فانت عارفها، كان في لعيبة من استراليا هي دي اللي احنا قعدنا ندرس فيهم. ومن حسن حظي وقعت مع اللعيب الاسترالي، ولاعيب كويس جدا يعني صاحب برونز اولمبياد كادت، وكويس يعني هو صاحب ماسك القارة بقاله 3 4 سنين بيجيب أول أستراليا، فهو لعيب كويس. فدرسناه وكان في شغل جامد، فهو وقع معايا أول ماتش. الحمد لله لما عديته. تاني ماتش كان جزائري، كنت ملعبه في دورة الألعاب، كان ماتش على التأهيل. هو كان التأهيل طبعا عندنا اللي بيطلع على أول وتاني ما بيلعبش الماتش، هو أول وتاني بياخدوا الكارت. فالحمد لله ربنا كرمني وعديته بفرق كبير. هو كان يعني أصعب ماتش بالنسبة لي الأسترالي، بعد ما عديته أخدت الثقة. والدافع طبعا الجماهير وأهلنا كانوا قاعدين بره، فكان دافع جامد أوي لينا. قبل ما ملعب في الميزان ده، كان اللي ماسك صاحب الميزان في أفريقيا تونسي، هو اللي ماسك الميزان مسيطر عليه. يعني كان بقاله 3 4 سنين هو اللي بيجيب أول أفريقيا، اسمه سعداوي، لعيب أولمبي. هو لعب 2 أولمبيات، لعب 2016 وطوكيو 2020. فكان أول ماتش معاه لعبته معاه في 23، كان ماتش قوي جدا. السكور طلع يعني 3-2 في آخر ثانية. فالحمد لله من ساعتها وهو يعني احنا معانا تونس كان زي أنا، كان تونس معايا قوية، معايا جنوب أفريقيا الحرة قوية. يعني في جنوب أفريقيا منافسين جامد، في تونس منافسين، في الجزائر، في نيجيريا، في السنغال. فالحرة صعبة في أفريقيا عكس الروماني شوية. هي المصارعة الرومانية زي ما يكون، هقول لك إزاي، أنت الحركات محددة. يعني أنت عندك مثلا حركات كتير وكل حاجة، بس أنت جزء معين اللي أنت بتلعب فيه. إنما المصارعة الحرة مفتوحة، يعني معظم الحركات مش سيستم، مش خطوات هتمشي عليها، لا أنت بتاخد رد فعل اللاعب. يعني انت ممكن معظم الاوقات بتعمل حركات انت ما يعني اصلا ما اتعملتش قبل كده. انت بتاخد رد فعل زميلك وهو بياخد رد فعل تاني، فانت بتخش الجملة، هي معظمها جمل مش حركة. فالموضوع صعب، يعني محتاج جاهزية اكبر شوية. واحنا يعني الفترة الاخيرة دي اول مرة يعني نعمل الطفرة دي. احنا حاليا اول مرة يبقى احنا اللي ماسكين افريقيا، يعني احنا المسيطرين في افريقيا. حتى بقينا خلاص بقى لينا رهبة في أفريقيا، لما بنخش فرقة الحرة جات، لا الموضوع بقى مختلف. لا هو الحلم قريب، أنا كنت مفكره بعيد، مش هنضحك على حد. بس هو لما طلعنا المشاركات الأخيرة، طلعنا المعسكرات الأخيرة، احنا بنتمرن مع الناس اللي هتلعب معانا وبنلاعب الناس اللي هتلعب معانا، الموضوع قريب خالص وبنكسبهم كل حاجة. هي الفكرة اللي هو انت كنت ممكن حاطط حاجز، بس لما انت بتطلع في وسطهم فعلا معسكرات ودعم تخش في وسطهم، الموضوع قريب جدا.
ان هي الفكره اللي انت تخش في وسطهم تعرف طريقتهم تعرف بيفكروا ازاي. فالموضوع قريب جدا، وهو يعني هم 16، فانت عارف انت هتلاعب مين، والموضوع قريب جدا والله يعني لكل حد. الفتره الاخيره وكان ليه وقعه ان هو هيجرب مع محمد اخويا عشان يلعب التاهيل اللي فات ده. كابتن كرم طبعا كان ليه وقعه اخيره بعد ما حصل على اول علم رواد. طبعا بتفرق كتير رواد عن شباب عشان الناس تفهم، الرواد بيلعبوا 4 دقايق بس، انما احنا بنلعب 6، وطبعا المجهود بيبقى مختلف. فهو كان ليه طبعا يعني هو امله برضه بميداليه كمان، وهو اولمبي يعني ما حدش يقدر يتكلم. كان عايز يجرب في ميزان اخويا 97 روماني، بس هو جاله تقريبا جاله اصابه فما كملش. هو طبعا كابتن كرم وجوده اصلا على البساط بيديك دفعه قويه جدا. يعني هو الفكره اللي انت كنت مثلا وانت صغير متخيل ان اللعيب الاولمبي ده مش بني ادم، مش ماشي على الارض، بس هو الموضوع عادي. الموضوع هي كلها ثقه مع الخبره اللي انت تطبق اللي انت عارفه في الماتش. فالموضوع هو وصل لنا الموضوع، انت طالما بتتعب وبتجتهد وماشي كويس ربنا هيكرمك مع اي حد. انت بس الفكرة اللي انت تطبق اللي انت تلعب بيه وتمشي باسلوبك، تفرض اسلوبك في الماتش. يعني هو كان مميز في الحتة دي، اللي هو بيفرض اسلوبه على اي حد هيلعبه. حاليا انا عارفهم كلهم، يعني اعلى واحد لسه طالع هو في روسي من الجنس بحريني اسمه احمد، ده هو لسه واخد ذهب بطولة العالم وطلع طفرة كويسة. هو كان بيلعب معانا في بطولة العرب هنا، كان الفرق يعني احنا كنا شايفينه في بطولة العرب عادي، ما شاء الله عدى 4 5 اشهر ورحنا في بطولة العالم، يعني كسب اساطير اللعبة بفرق كبير. الموضوع يعني الجاهزية مش سهلة. ليه اخ طبعا اسمه محمد متأهل 97 كيلو روماني، دايما في اي بطوله بيلعب قبلي فانا ببقى واقف اتفرج، فالموضوع بيبقى صعب. دايما بقول له اللي انا يعني وانا بتفرج عليه وانا بشجعه بتعب اكتر ما انا بتعب. وفعلا يعني والدي لما والدي المدرب بتاعنا يعني اوقات كتير لما بيبقى البطوله جامده معايا بيقول لي لا ما تروحش يوم لعب اخوك، لان بيأثر عليا فعلا عصبيا اكتر من اي حاجه. الموضوع بيبقى صعب صعب لان انت فاهم كواليس اللعبه وكواليس الماتش وعارف هي ماشيه ازاي وضغط من بره. يعني انا بجد بتعب يوم لعبه. طبعا احنا حافظ لبعض لان احنا واخدينه مشوار من الاول، وده حلمنا من فتره والحمد لله اول خطوه اتحققت، فاحنا ماشيين. ده دليل على ان احنا ماشيين خطوه على الطريق الصح، فاحنا هنكمل وهنوصل ان شاء الله. يعني احنا مقتنعين اللي احنا هنوصل. هو طبعا الحاجة الفكرة الكويسة اللي انا لو انا بتأثرت في حاجة طبعا بيفوقني على طول، هو أثر في حاجة فدايما بتبقى الحاجة واضحة للي قدامك اكتر ما انت شايف نفسك، حتى في التمرين حتى في الماتش. لا انت محتاج كذا، يعني محتاج تظبط بدنيا شوية، محتاج تظبط المرونة شوية. فدي احنا بنعلق لبعض اكتر من اي حد تاني لان هنقبل من بعض ده، فدي بتفرق كتير قوي. يعني انا ممكن اطلع من الماتش اخد منه الكلمة انا مش بفكر فيها، لا ده هو الصح. حتى معظم الماتشات وهو بره وانا جوه في لقطات بتيجي كتير اللي انا في الوقت الصعب ببص له طب يعني انا ماشي صح ولا هو. طبعا دي بتفرق كتير قوي لان يعني احنا تمريننا كتير مع بعض وانا حاسس هو فين دلوقتي، يعني مجهوده فين، لان معظم تمريننا بيبقى مع بعض. يوم البطوله انا لما بصحى يعني احنا دايما عندنا الميزان بيبقى في يوم اللعب، فطبعا بيبقى مظبط ميزاني حاجات بسيطه. فانا من طبيعتي اللي انا بحاول افطر الفطار اللي انا بفطره كل يوم. معظم الناس يقول لك في حاجات تقطعها يوم اللعب بس انا لا، انا بتمرن كل يوم الصبح بعد الفطار ده، فبفطر نفس الفطار اللي انا بفطره كل يوم، وبقوم طبعا الصبح بصلي الفجر وانزل على الميزان. يعني الحاجات اللي انا بحب اعملها اللي انا من ساعه ما بركب الباص لحد البطوله بفضل اصلي على النبي لحد ما اوصل البطوله.
دي اللي انا ماليش دعوه بحد، انا هعمل كده لحد ما اوصل. خدنا ساعه، خدنا نص، خدنا ربع، انا دي بعملها دايما. طبعا قبل الماتش يعني اول ما بعرف المنافس بتاعي مع المدربين بتوعي طبعا بكلم والدي، والدي مدرب، فهو بيديني الخطه يعني اللي هو انت هتعمل ايه. طبعا بيبقى معانا المدربين شغالين معانا على الحته دي، بس انا باخد الفينش منه، فده بتفرق معانا. وطبعا اول حد بكلمه بعد ما بنخلص يعني، سواء كسبت سواء حصل اي حاجه، هو طبعا الدعم الاول والاخير، فلازم اكلمه قبل اول ما اخلص. لا، الميداليه الاولمبيه دي حاجه تختلف عن الميداليات التانية كلها. هي ميدالية أولمبية يعني حاجة بتيجي كل 4 سنين يعني. أنا وأنا صغير كان المدرب يقول لعبت أولمبيات، أو يعني لدرجة لعبت مش ميدالية، لعبت أولمبيات يعني أنت لعبت رياضة. ما لعبتش أولمبيات أنت ما لعبتش رياضة، حتى لو أنت جبت أول عالم، فالموضوع مختلف. فتخيل بقى الميدالية الأولمبية أنت حطيتك في حتة تانية. وطبعا ده حلم بقى يعني، انت لما بتوصل لحلمك طبعا بجد بيبقى عندك حلم تاني وهدف تاني اللي انت تكررها تجيب ذهب، بس هي حلم كبير لأي رياضي يعني. تختلف طبعا. طبعا السؤال ده اتسأل مسؤولين كتير وبيتكلموا مثلا عن الميدالية الأولمبية، يتكلموا عن شخص بذاته. هو الموضوع كرياضي او احنا كتيم او كرياضيين متأهلين، فاحنا عارفين ايه اللي هيحصل. هي توفيق كبير، وان هو اليوم ده يكون يومك. هما بيطلعوا ساعات يتكلموا عن اسماء، طبعا الاسماء الميداليات الاولمبيه اللي جايه هما مرشحين بقوه، بس الموضوع مختلف يعني. الموضوع ملهوش اي علاقه بالقديم او بالجديد، ملهوش اي علاقه باللي ده حقق يبقى هيحقق. الموضوع اللي انت بتجهز واللي هو ربنا يكرمك ان اليوم ده تكون انت يومك او فايق فيه بكل المقاييس، ذهنيا بدنيا جسديا كل حاجة. فهو بيبقى بالنسبة توفيق كبير اللي انت تبقى فايق، فهتفرق كتير. انما لو يعني ربنا كرمنا التوفيق كمصارعة، انا بقول لكم في ميداليات هتيجي ان شاء الله كتير. وبعدين قننوا الاولمبياد، فاحنا هنبدأ من دور ال 16، فالموضوع انا شايفه ان شاء الله هيبقى قريب. يعني ان شاء الله في الحرة تختلف الدنيا بإذن الله. طبعا لما يعني من اهدافي من زمان اللي انا كنت اروح يعني بطوله او دوره اولمبيه مع يوسين بولت بتاع العاب القوه، كان نفسي. فانا من اهدافي اللي انا اروح البطوله، بعد ما العب البطوله طبعا لازم اروح بطوله العاب القوه. عندنا طبعا منتخب رفع الاثقال هي لعبه رقميه، فبنسبه كبيره انت بتبقى حاطط نفسك انت فين، مش يعني عكس لعبتنا. هو ده اللي انا كنت بقولك عليه، ان صعب حد يتوقع حاجه عندنا. انت مش لعبه رقميه، انت مش عارف انت رايح تعمل ايه، انت معاك منافس. فهم لعبه رقميه وقريبين قوي ما شاء الله، ان شاء الله يجيبوا ميداليات كلهم يعني قريبين، فلازم نقف جنبهم. ودايما كلهم قاعدين معانا هنا فقريبين لينا. طبعا احنا محتاجين دعم كل واحد من الجمهور اللي هيتابعنا. ان شاء الله نشرفكم ونكون عند حسن ظنكم باذن الله. يعني الموضوع ان شاء الله انا شايفه كويس، وهنجيب ميداليات وهنحقق مراكز عليها باذن الله كده.